وفضل من الله أن توفق لها في الأقوال والأعمال الخاصية وتحيى لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومنى وتخلص صلاة من أسر الشهوات والأهواء والقلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفي لها كل مذل همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتغني لنا للحسن يقي طوفا فهي جنيا وتغفر عنا كل ذنب جهينا وتصغر لكل منا عيبه وعجزه وحصاه رعيا وتسهل لنا من صالح الاعمال ما عز ضرا وتعم جمعنا هذا من خزائن باقيك السنيه برحمه ومغفره وتغيب عمن سواك غنى اللهم انك جعلت كل سائل مقاما ومزيا ولكل رجل ما امله في سرجا وغزلناك رجيم مواهبك اللدنيا فاقض لنا ما منك رجونا اللهم امن الرعاة واصلح الرعاة الراضية واعظم الاجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم اختلاف الليل واجرا اللهم اجعل هذه البلدة بكات وسائر البلاد الاسلام امنة رقية واسقينا يا أم سياق سيفه سلسلة وحبا واغفر لنا في هذه البرود المحبات المولدية سيدنا جعفر من إلى المسجد نسبته ومهتما وحقق له الفوز بقربك الرجاء والأولية واجعل علم المقربين مقيله واستر له عيبه عجزا وعصاه رعيا وكافرها وقارنها ومن اصاح اليها سمعا وطغى اللهم صل وسلم على اول قائل تجلي من الحقيقه الكليه وعلى اله وصحبه وصفت لي بأحراق الجوهرية واحتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود أحلام وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين.